aşk sana geldim. Al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. عدنان آغا، ممكن أحكي معك كلمة؟ خير شو في؟ زمرد خانم رجعت ورح تحكي كل شي هلأ للورين خانم، شو بدنا نعمل؟ ما كان ناقصني غير هالمرة هلأ. مرت عمي، الحمد لله على سلامتك، كيف صار علي؟ إن شاء الله أحسن، مشغول بالي، حاولت كتير ساعدة بس ما قدرت. حاجة تكذب علي يا عدنان، علي بحياته ما كان بهمك، كل شي عملته كان كرمال ملك، بس أنا ما عاد اسكت، رح أحكي كل شي لستك لورين، وأغويتك والفشخرة تبعك رح ينتهوا قريبا. لا تكوني ناكرة للجميل، أنا كل شي عملته كرمال مصلحة ابنك، بس مشان يتعالج حبسته هنيك مرت عمي، وسكت عليه وكنت بعرف إنه قاتل، حميته من فوت الحبس. بس إذا حابة إنك تحكي أنا كمان رح بحكي، وإذا أنا رحت فيها فالكل رح يعرف إنه ابنك قاتل. الحمد لله على السلامة، إمتى وصلتي؟ كنت رح أتصل فيكي هلأ. طالع على أورفة معلم، ما هيك؟ ايه على أورفة. في محل معك لثلاث أشخاص، منكون ممنونينك معلم. شوفي، ليش هيك عم تطلعي فيني؟ علي منيح مو هيك بنتي؟ علي منيح، حطيته بالمستشفى وعم يتعالج هنيك. الله يشفيه ويرجع لك سالم ومعافى بسرعة، وبعد كم شهر بيحمل ابنه بين ايديه ان شاء الله. ان شاء الله رح يصير احسن، علي قوي بيتحمل، وكلها كم يوم وبتلاقيه رجع على البيت وصار بيناتنا، لانه كلياتنا ناطرين رجعته بالسلامة، ما هيك؟ تفضلي، بشو بخدمك؟ رح جيب بنت لعندكن هلأ، حامل بالشهر الرابع وأكتر. هيك صعبة الحالة، قديش عمرها للبنت؟ 14 أو 15 هيك شي. والله الوضع خطير ويمكن ما تتحمل. لو عمرها وحالتها مناسبين ما كنا تركنا المشفى وأجينا لعندك، على أساس بحياتك مو عملتيها. بعد صعب يفضى الدكتور، جيبيها للبنت.
صباح الخير. يلا يا عمري قومي نفطر أنا وإنتي. مو جاي عبالي، أنا أصلاً ما بفطر، بشرب قهوة الصبح. ولو بتاكلي كرمالي، يلا تعي. قلتلك مو جاي عبالي افطر. طيب شفت اللي أحلى من هالوردات هدول؟ هلأ لما رح تشوفك حامل هالوردات ورايح لعندها رح تحس قديش أنت رومانسي ورح تحبك ورح ترضى تتزوجك. لا 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 لا. هلأ أنا بدي ناولها هدول؟ إيه؟ وبعدين إلا أني بحبك؟ لكن؟ كيف بدي أحكي معك؟ بخاف تأخذ الوردات وتلطني فيهم. لا تخاف يا ابن العم، أنا معك، بس أنت ساوي اللي رح قلك عليه. أنت بس ركز معي، عيد الكلام اللي رح قلك عليه. قلبي إله فترة عم يدق بسرعة. خير إن شاء الله، شو صاير معك؟ ولك انت هيك رح تقلها هلا، شبك؟ انا اقول وراك. ايه قلبي له فترة عم يدق بسرعة، كتير فرحان وبيضلوا مبسوط، كتير فرحان وبيضل مبسوط. انت بتعرفي شو هو السبب؟ شو السبب؟ لاني واحد اهبل وحمار كمان. ولك انت اللي رح تقول لفاطمة ليش قلبك عم يدق؟ يعني انا بعرف وهي ما بتعرف، مو هيك؟ حسبي الله. لك بما انه انت اهبل وما عندك خبره كثير، انا مجبور اني ضل جنبك. رح نبلش من الاول. قلبي له فتره عم بيدق. اهلين حبيبتي، فرحتيني لما اتصلتي. مشغول بالي كتير عليكي، كيف صرتي؟ ماني منيحة أبدا. شوفي، ليكون عدنان عمل شي مو منيح. بده يكتب كتاب رسمي بهاليومين. بس لو شو ما صار رح تضلي أمي، حتى لو قلتيلي إنه ما بدك يعني. إذا تعبتي أو لزمك أي شي أنا موجودة بالعيادة، وإذا ما بدك أنا عاينك رح حولك على دكتورة تانية. هون شفت فاطمة عند هي الصخرة، كانت تاركة جوزها وهربانة وما بتعرف لوين بدها تروح، وفكرت تقتل حالها وتخلص من الولد اللي ببطنها. بابا، انت هون؟ شو اللي طلعك بكير؟ لاني مليت من البيت. بس انت تعبان. انا منيح. لك شلون يعني منيح بابا؟ امبارح عملت حادث واليوم بالمحل. طيب كنت ارتاح وانا بدير بالي على الشغل. قلت لك انا منيح. ليلي زهرة، انت متأكدة انه ما حدا شافك وانت طالعة؟ طمني، ما حدا شافني، وامي ما كانت بالبيت اصلا. ايه كتير منيح. اذا صرتي مرت عدنان بشكل رسمي، كيف رح تهربي انت وزهرة؟ والله ما بعرف يا زينب، بدي حاول اعمل كل جهدي. انت بس ادعي لي انه تزبط. انا بدي افهم شو اللي خلى عدنان يطلق ليلى، يعني شو صار لحتى يعمل هيك هلا؟ أكيد كرمال ما أهرب من القصر، خلى ليلى توقع على الأوراق غصباً عنها وتقبل بالطلاق، وخلاها تكرهني بزيادة وما تطيق تشوفني أبداً، كأني أنا يلي قاتلي حالي على عدنان. قلبي محروق زينب، ما بعرف شو بدي أعمل. لو عزت كان هون كان ساعدني وما كنت تجوزت عدنان.
هي ملاك. وشه حلو كتير ما شاء الله. قلبه أحلى من وشه. أنت منيحة. والله مو كتير. هون المحل، ناطرينك بالطابق الثاني. متأكدة إنه هون؟ شو عم أكذب عليكي؟ لا تنسي إنه اسمك سلمى ولا تخافي. يلا فوتي. أنتِ ما رح تفوتي معي؟ طبعاً لا، ما بدي أي حدا يحس إني إجيت معك أو إلي علاقة. وأنا كرمال إني ساعدك جازفت هالمجازفة ووصلتك لباب العيادة، لما يخلصوا شغلهم رح إجي آخدك. اتفقنا؟ يلا. انتي سلمى ما هيك؟ تعي فوتي. تعي. استني هون شوي دوري. لا بقى تبكي بنتي، خلص خلصنا. بس والله كتير عم بتوجع. هلأ بتتحسن. آغا، انت شو عم تعملي هون؟ كنت بالسوق عم اتفتل وقلت لأمرق شوفك شوي، وإذا بيلزمك أي شيء بساعدك كمان. لا، اجيتي على الفاضي. ولو ضبضب لك المحل بما أني اجيت يعني. يا الله عطيني القوة، أنا كثير ملبك، ما بعرف شو ساوي. يا ربي فاطمة خانم؟ خير إن شاء الله. لمين أخذ هالوردات؟ حلوين ما هيك؟ مشان يصوتوا لك رجعت توزع ورد مو هيك؟ الله يثبت علينا العقل والدين. لا مو هيك، الموضوع أكبر من هيك. أنا قلبي عم يدق، يعني من فترة قلبي عم بيدق بسرعة كثير، ما عم يهدى أبداً، بضل بيدق. وليش عم تضيع وقت لكان؟ روح عالدكتور بسرعة. لا مو هيك، كيف بدي اشرح لك؟ يعني متوتر كتير بطريقة غريبة، بيدق دقاته مخربطة، بضل متعبني. كيف يعني بقى؟ لك خلاص حاجة تغشمي حالك. لك ليش هيك عم تحكي معي؟ شو قصتك اليوم رشيد أفندي؟ طيب انت بتعرفي ليش انا جايب هالوردات؟ شو السبب؟ طيب فكري شوي. لازم تعرفي لحالك. لك فاطمة كرمال الله، يعني ليش هيك مسمكة مخك كتير؟ يلا فهمي يا بقى. لك انت يلي مخك سميك وما بتفهم. اسمعني منيح رشيد أفندي، إذا جايب لي ورد ومفكر إنك تشتري صوتي وانتخبك بتكون غلطان كتير. شيلة من خلقتي وروح من هون، أنا عندي شغل مو فاضية لك. اسمعي، حل عنا يا لك. يا فاطمة وقفي شوي بس. شو وين رايح يا أفندي؟ شلون الشباب؟ ناح. تفضلوا. شو قيمتكم أكبر؟ شو بخهم بشوية مي. الحكي معك ريحني كتير زينب، شكرا.
شو رأيك تيجي معي على المشفى؟ منكفي حكينا هنيك وبتغيري جو كمان شوي. يا ريت، بس والله لازم أرجع على القصر، وأنتي عندك مرضى ناطرينك. إن شاء الله منلتقي مرة تانية ومنحكي. تمام حبيبتي، لا تزعلي لأنه زهرة عم تعاملك هالفترة ببرود، مع الوقت أكيد رح تفهم أنتي ليش هيك عملتي. إن شاء الله، كل اللي بدي إياه إنه هي بس تفهمني. خدي كم قصة معك لزهرة وأنتي رايحة هلأ، تقروهن سوا وبتقضوا أكبر وقت أنتي وياها مع بعض، وأكيد رح تلين من ناحيتك. ماشي. يلا لشوف، إجا دورك. يلا. معكم استراحة ربع ساعة بس. ايه ماشي. أنا مالي منيحة. نيرمين، نيرمين، نيرمين بنتي، يلا ساعدني، خلينا نقومها. يلا جهزي البنت. لا تخافي، بعدك ما رح تحسي بشي، رح نخلص بسرعة. زهرة؟ حدا منكم شاف زهرة؟ ليش مالها بأوضتها؟ لا. أنا رح أمشي هلأ. تأمرني بشي يا آغا؟ يعني إذا بدك بضل. روحي. طيب، معناها أنا بشوفك المساء. لا تخافي، رح خدرك هلا، ولما تفيقي ان شاء الله رح تكوني خلصتي من اللي ببطنك، اتفقنا؟ خالي فاطمة؟ خالي فاطمة، شفتي زهرة شي؟ لا، من الصبح انا ما شفتها، ليش شو في ملاك؟ ما عم لاقيها. رستم، شفت الكنة الصغيرة؟ لا يا خانو، ما شفتها اليوم ابدا. اتصل بعدنان وخبره فورا، قل له زهرة ما لها هون. الله اعلم هلا على اي جهنم راحت هالبنت هاي. نفس
ما عم بقدر اتنفس. لك عطيناها الدواء الغلط. الله يلعن هالحظ. رح تموت. لك لونها كيف صار؟ شو رح نعمل هلا؟ رح نتبادل اذا البنت ماتت. لازم نخلص منها باسرع وقت. بسببي أنا مشيت. كانت مقهورة مني كتير، بس هي ما حاولت تفهمني. نحن قلنا لك ليش اجيتي على هالبيت أساساً؟ حتى بنتك ما بدها اياك تكوني معها. يا ربي دخيلك. عدنان، زهرة مو هون. لوين راحت يعني؟ مو لازم تقلك؟ ما أنت إمها. والله ما بعرف. ملك، لا تكون لعبة منك. عدنان أكيد عم تمزح. زهرة كانت معصبة مني وطلعت وهي زعلانة، بس لوين ما بعرف. عن جد أنا رح جن. أخ يا زهرة. شو رح نعمل بالبنت؟ لوين رح نروح؟ ما بعرف، والله ما بعرف. شو هالحظ اللي إلي أنا؟ وين أنا؟ بالمشفى. دختي وجبناكي على المشفى. بس نحن لازم نمشي. للأسف يا أنسة ما فيك تمشي. نحن لازم نخليكي عنا هون كم يوم، وإلا إيدك ممكن يصيبك وزاز. أخي عزات، أنا ما بقدر استنى. نحن هون بخطر أصلاً، بجوز يلاقونا. نرمين اسمعيني، ما راح يفيدنا تهورك. دخلتي على حال الغام، قلتلك لا تلحقيني ولحقتيني. هالمرة راح تسمعي كلمتي. نحن هلأ قطعنا الخطر وراح تضلي هون لحتى ترتاحي. اصبري شوي، اسمعي كلمتي. كيف ضيعناهم لهدول الكلاب؟ اه لك كيف؟ وهلا شو رح نعمل بابا؟ بابا رح تعصب من كلامي، بس بكفي خلينا نتركهم يصطفلوا منهم لحالهم بقى. لك انت شو عم تحكي؟ اه فؤاد اغا على السن ورمح، يهربوا منه ويضحك العالم عليه. اه اذا ما شفت جنازة نيرمين قدام عيوني انا ما رح اعرف طعم النوم بنوب. جهزوا حالكن، رح نسافر على أورفا. يلا يلا. لا
لك ليش تأخروا؟ لا توقفي هيك، ساعديني يلا. شو يعني رح نتركها تموت هون؟ ليش عنا حل تاني اصلا؟ شو بدنا نعمل يعني؟ يلا يلا خلينا نمشي يلا قبل ما يشوفنا حدا. لا ملك ولا بالقصر حدا عم بيرد علي. عزت، انت اصلا قلبك مانو مرتاح هون. روح يا ابني، انا بستنى مع نرمين. في ناس كتير بيحبوك وناطرينك، امك، حبيبتك واخوك كمان، بس انا مالي حدا ناطرني بنوب. وبعدين خبرنا خالة لنرمين ما بيطول كم ساعة وبيجي، وبس يجي خالة يستلمها رح الحقك. أنا ليش هيك عملت بزهرة؟ بنتي فقدت كل ثقة فيني. أنا كنت أملها الوحيد وهالمرة خذلتها. خلصنا ملك، لا تبكي، بوعدك إنه نلاقيها اليوم. روقي بس. لوين بدها تكون راحت هالبنت هلا؟ والله راح اجن منها. ان شاء الله ما يكون هالبنت صاير معها شي لا سمح الله. شو في يا خانو؟ صاير شي مو منيح؟ زهرة رجعت هربت من القصر، وعدنان وملك طلعوا يدوروا عليها. ما كان لازم نتركها تموت بهالطريقة. فهمنا، وهذا اللي صار. ممكن تسكتي؟ يلا انزلي وخليكي بالبيت هالكم يوم، وبس يهدى الوضع رح اتصل فيكي.
لك يا أغا والله ما شفتها، معقولة شوفها وما خبرك يعني؟ أصلاً أنا كنت بالبيت وما مريت لعنا. يا بنت، أختك إجت لهون اليوم؟ لا ما إجت أبداً. قولي الحقيقة أو ليه؟ رفيف حبيبتي، إذا بتعرفي وين راحت أختك قلي لي، وبوعدك ما حدا رح يضربك. مشغول بالي عليها، وأكيد ما بدك أختك يصير معها شي مو منيح، مو هيك؟ عم قلكن ما شفتها اليوم. بابا أنا كمان بدي أدور معكن على أختي، والله إذا صار لها شي مو منيح أنا بموت. الله يخليك. تفضل. ألو رفيف، شو في يا بنتي؟ عم يقولوا اختي ضاعت وبابا هلأ راح ليدور عليها. قيت لحالي بالبيت وكتير خايفة، ما بدي يصير لها شي لأختي زهرة. لا تخافي يا روحي، انتي رح بيلاقوها أكيد. خلص انتي لا تبكي، هلأ شوي وبترجع أختك. طيب يا قلبي، أنا هلأ جاي لعندك. قلبي مانو مرتاح ابدا. لا تستنى اخي، روح انت. خالي بعد كم ساعه رح يوصل لهون اكيد، وما قصرت بنوب، بفضلك انا وصلت لهون. لولاك انت الله اعلم شو كان صار فيني هلا. انا وانت تصافينا، انت كمان انقذتي لي حياتي. ولا نسيتي؟ أعطي هاي للبنت اللي بتحبها. شكرا لك. أنا متأكد إنه ملك رح تحبها كتير. ألو، أنا بدي خبر عن حادثة لو سمحت. أنا كنت بسيارتي، شفت بنت مغمى عليها على الطريق، المكان عند بساتين الوادي. أخيراً أنا جاي يا ملك، جاي لأشوفك. لا تخافي يا روحي، أنا جنبك يا عمري. يعني وين بدها تكون راحت أختك؟ أكيد بعد شوي بيلاقوها. وينك ولك رفيف؟ خير إن شاء الله فاطمة خانم، شو عم تعملي هون؟
حضرتك تارك البنت ونازل عم تدور بالشوارع عمين ينتخبك، انت ما بتستحي على حالك؟ عيب عليك بقى. يا الله دخيلك، ما انا طلعت لدور على زهرة، شو المشكلة؟ سلامتك والله، بس البنت ميتة من الرعبة، كن جيبها لعندي بعدين روح لوين ما بدك. تعي يا عمري لا تخافي، تعي. خالة فاطمة خليكي معي. ايه انت كتير حنونة وانا كتير بحبك. يا روح قلبي انتي، انا رح ضل كرمالك شوي، وانتي امتى ما بدك بتجي لعندي، لا تحملي هم شي ابدا. ايه ماشي. ايه طبعا بنتي اكيد رح تضل. عم احكي مش عالرفيف يعني. ألو لقيتوها؟ طيب الشرطة لقيت زهرة ببساتين الوادي، روح على مشفى المدينة. زينب قلي لي كيف زهرة؟ ملك إن شاء الله رح تكون منيحة، طولي بالك. زينب شو اللي صار؟ هلأ الدكتورة بتطلع بتخبرنا. دكتورة هي إما لزهرة. للأسف بنت حضرتك حاولت تعمل كورتاج بمكان غير قانوني. كيف يعني؟ عطينا للبنت دواء بالغلط، كان ممكن تروح من بين إيديكم بسهولة. يا الله طب كيف صارت هلأ؟ الله كتب لها عمر جديد، قدرنا ننقذها بآخر لحظة. أخيراً نامت، لما عرفت إنه لقوا أختها ارتاحت، والله كنت خايفة عليها. يعني اللي عم تعمله أنت كمان ما بيدخل بالعقل رشيد أفندي؟ معقولة طفلة صغيرة بتنترك بالبيت لحالها هيك؟ ما بتخاف تحمل حالها وتطلع برات البيت تدور على أختها؟ مزبوط، البنت ما بتنترك لحالها، وأنا كمان لحالي. فاطمة أنا طالب إيدك للزواج. كم مرة حذرتك منها؟ ما رديت علي وعملت اللي براسك. ما رديت علي ليكا، اجت ولعبت بعقل بنتها فورا، واتفقت هي والدكتورة كمان يعملوا لها كورتاج مشان تخلص من الولد. ملك ما دخل ستي، شفتي حالتها شلون؟ ما بتعرف شي بنوب؟ بكفي، استنوا لتصحى البنت وسألوها مين اللي أخدها. مسكينة هالزهرة والله، كلكن عم تتحكموا فيها، بدي افهم كيف بتطلع وما بتنتبهوا لها.
ملك بترجاكي اهدي وحاج تبكي. زهرة هلأ منيحة، تجاوزت مرحلة الخطر، هلأ بتفيق وبتفوتي بتشوفيها فورا. ألو، صحيت يعني؟ طيب يلا ملك قومي شوفيها. زهرة يا روح أمك أنتي، ليش هيك سويتي بحالك يا عمري؟ كيف بتروحي على هيك مكان لوحدك لعند عالم وحوش؟ فهميني ليش هيك عملتي؟ Masallarla dizlerinde uyut beni. Sana geldim, al yine.